طيب نروح لموضوعاتنا. خليني برضو اعدي كده، ما اقدرش تبقى مش موجود معانا وما اكلمكش على زلزال يعني انتقال ميسي من هو مش انتقال بقى، هو خلاص يعني علاقته انتهت ببرشلونه، فقرر ان وجهته اللي جايه تكون بي اس جي. ازاي شايف النقله دي اللي ما كانش حد منتظرها، وتوقعاتك ايه لمستقبل ميسي في بي اس جي؟ والله ده يعني طبعا برشلونه ولا ريال الاول يا كابتن خالد؟ لا انا برشلونه. برشلونه برشلونة. يعني في برضو حته حزن كده على طبعا طبعا رحيله وتوجهه لباريس سان جيرمان فرنسا. الدوري الفرنسي دوري مش قوي يعني. باريس سان جيرمان دايما بياخد لا اما الدوري لا اما الكاس، يعني هو مسيطر داخليا، ولكن يمكن الهدف من قدوم ميسي لباريس سان جيرمان هو محاولتهم ان هم يكسبوا دوري ابطال اوروبا، وهي دي اللي هتبقى يعني هدف اساسي من وجود ميسي مع باريس سان جيرمان. ولكن انا على المستوى الشخصي انا بحبه طبعا جدا، لعيب فوق العاده. انا كنت اتمنى اشوف ميسي في الدوري الانجليزي. يعني لو ميسي انتقل للدوري الانجليزي لا كنا هنتفرج على كوره فوق الخيال. هو لو ميسي انتقل للدوري الانجليزي ما كانش في حد هيتفرج على اي دوري غير الدوري الانجليزي بالظبط. يعني نقفل بقيه الدوريات بقى ونقعد نتفرج على الدوري الانجليزي بالظبط. لا انا يعني بتكلم كفنيا. حتى هو ليه هو افضل له كان كتير جدا. تحب تشوفه مثلا مع جوارديولا في المان سيتي؟ طبعا. او مع 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 اي نادي يعني، مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، لان كان هيعمل طفره كبيره جدا. وهو كان فنيا برضه مستواه هيرتفع بشكل كبير جدا، لان الدوري الانجليزي دوري قوي من ناحيه الضغط ومن ناحيه السرعه، فكانما الدوري الفرنسي طبعا اقل في المستوى يعني. هم صرفوا فلوس كتير قوي ومش عارفين ياخدوا دوري الابطال، فقال لك احنا نخلص ونجيب ميسي ونشوف بقى يعني انتوا ايه قصتكم، احنا جايين لكم منتخب العالم يعني نيمار ودي ماريا وميسي وايكاردي وامبابي وفيراتي ودوناروما وراموس وحكيمي، كلهم منتخب نجوم. العالم كلهم نجوم هياخدوا. تتوقع ان هم الاسماء قادره على حسم بطوله زي دوري الابطال؟ والله يعني انا اتوقع الدوري الفرنسي ماشي، كاس فرنسا ماشي، ولكن على مستوى دوري الابطال هتبقى المأمورية صعبة بالنسبه لهم، لان ما عندهمش شخصيه او بيجوا في بطوله كاس اوروبا. ما تفهمش فريق باريس سان جيرمان بالذات في الادوار النهائيه ايه اللي بيحصل له. يعني ما بيعرفوش يحافظوا، ما بيعرفوش يتعدوا الادوار اللي هم بيلعبوا فيها، ما بيعرفوش يتعدوا الفرق ويتعاملوا مع الفرق الكبيره في اللحظات الحاسمه. ما عندهمش الملكه دي. فيمكن ميسي بقى طبعا يزرع فيهم. في ناس طبعا وحضرتك طبعا استاذنا وممكن تقول لنا ده حقيقي ولا لا من خلال خبرتك سواء في التمرين او مشوارك الطويل يعني مع الكوره، انه الفرق لما تبقى يعني متخمه بهذا الكم الكبير جدا من النجوم بتبقى اوضه اللبس. الحاله النفسيه النجوميه الزايده عند بعض الاسماء ممكن تاثر على الفريق ككل، ممكن تعمل مشاكل. طبعا يعني هو انا من وجهه نظري كفايه قوي يكون في 3-4 بالكتير نجوم من اللي هم نقدر نقول سوبر ستار. ولكن كل ما بيكتروا بيحصل مشاكل. وبياخدوا من بعض. يعني انت لما هتلاعب نيمار جنب ميسي جنب الاول الفرقه كلها كانت بتباصي لنيمار، دلوقتي مضطرين كمان يباصوا لميسي، كل واحد هياخد من التاني. فهتلاقي مثلا نيمار بيلعب بتلت مستواه مع انه مع باريس سان جيرمان مش كويس، مش يعني لا خالص بعيد خالص. ده بالعكس، ده هو بيخسرهم. يعني اللي يتابع نيمار وينسى اسمه ان هو ده نيمار ويتابعه مع باريس سان جيرمان لا بيخسرهم كتير. فطبعا امبابي وميسي ونيمار لا هياخدوا من بعض.